الذي يعاني الحصار والحرمان من الكهرباء بسبب العقوبات والجميع على بعض الحقائق التي باتت واضحة والتي يقتصر دورها من الناحية الفنية على توزيع الكهرباء المتوسطينية في رام الله. الوسيط هو سلطة الطاقة الموجودة في تركستانا الذي يحرض بدوره ضد غزة وأهلها في جميع بدأت بمرحلة واحدة فقط أو الخطوط المصرية والإسرائيلية. بالنسبة للجهات المانحة والسلطة وحكومتها تديران. جئنا هنا لنسمع صوتنا للعالم أجمع، نتحدث عن قضية قديمة حديثة لها 10 سنوات ولا يوجد لها حلول، ونقول ونطالب هنا بحل هذه المشكلة، حيث أننا نحمل المسؤولية كاملة إلى الرئيس أبو مازن وإلى حكومة الحفظ الله، لأنها هي معنية أن تزيد الخناق على قطاع غزة، ومعنية من حدوث هذه الأزمة في قطاع غزة، لأنه طرحت الكثير من الحلول من أجل حل هذه القضية، ولكنهم معنيين من تضييق الحصار وتضييق أزمة الكهرباء، ولا ينظرون إلى الأطفال الذين يعانون في مستشفى الشفاء من غسل الكلى، ولا يهم ما يحدث للمصانع التي أغلقت بسبب قطع الكهرباء، ولا يهم ما يحدث من إغلاق المعابر بسبب الحصار. فكل هذه الأزمة وكل هذه المشكلات نحمل مسؤوليتها لا مازن ولا حكومة الحكم. حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف عليكم أن تتركوا غزة تضاع؟ وعلى كل ضمير أن يستيقظ من العائلات، والحبل على الجرار، والجرائم لا تنتهي بحور الوطني للفصائل واجتماعها.